السلام عليكم طلابنا الأعزاء، مرحبا بكم في الجزء الثاني من الموضوع السادس الباركينج. بعد ما أخذنا أهمية الباركينج وأخذنا وين نخلي الجراج، شنو العوامل اللي تخلي تحدد موقع البارك، أيضا أخذنا إشقد الجنريشن، إشقد المطلوب من عندنا عدد السبيسات لكل فعالية. راح ندخل بالانواع البارك، شنو هي الانواع اللي باركات الموجوده. بالحقيقه الباركات نقدر نقسمها تقسيم رئيسي الى نوعين رئيسيات، اللي هي الاون ستريت باركينج والاوف ستريت باركينج. واضح بالاون ستريت باركينج هي او ما يدعى بالكيرب فاسيليتي، اللي هو البارك باركينج او المواقف اللي تكون ضمن الطريق، تكون موازية للأرصفة للكيرف. وهذه الباركات أو هذه الباركات بي حقيقة أيضا بها أنواع، ممكن تكون unrestricted غير مقيدة، باركينج غير مقيد، أو restricted باركينج. هسه بالنسبة لل unrestricted باركينج واضح أنه هذا الوسيلة، هذا المكان المهيئ للوقوف مفتوح بشكل مستمر، بأي وقت الإنسان يقدر يوقف، وبالعم الأغلب تكون الوقوف هو فري بدون أخذ أجور على الباركينج. بالريستريكتد باركينج، بالباركات اللي تكون مقيدة حقيقة، هذا أما يكون مقيد بزمن معين، على سبيل المثال منطقة بالنهار مزدحمة فما نسمح بها بالبارك، فنسمح بالبارك من الساعة 8 مساء مثلا للسادسة صباحا أو للسابعة صباحا. هو مقيدة بالزمن ضمن زمن معين، أو مقيدة لأسباب أخرى، على سبيل المثال الباركات اللي نحددها مخصصة للهاند كابت للمعاقين، أو مخصصة للباص ستوب، أو مخصصة لللودينج، الناس على مود تصعد تاخذ تاكسيات أو تاخذ فيش، بس مجرد لودينج يوقف وقوف كلش ثواني، مسموح هذا بس يسوي لودينج أو انلودينج خلاص ينتهي، هذا مخصص لهذا المكان. وعادة هذا الريستريكتد بالعم الأغلب يكون يعني كوستد، ناخذ عليه أجور. هذا بالنسبة للأون ستريت. للأوف ستريت اللي هو خارج المواقف اللي تكون خارج الطريق. خارج الطريق حقيقة هم عندنا أنواع، طبعا هي بالمناسبة ممكن تكون برايفت، خلاص مخصصة مثلا لإدارة معينة، لأشخاص معينين، لفعالية معينة، أو تكون public لاستخدام عامة الناس، يكونوا هم الأونر مالتها. أيضا هذه بها عدة أنواع، ممكن تكون surface lots، ساحات وقوف السيارات المفتوحة أو الكل شايفها، وممكن مو تكون lots، ممكن تكون جراج، بنايات متعددة الطوابق. وهذه بنايات متعددة الطوابق ممكن يكون السيلف باركينج، الشخص هو ياخذ سيارته ويصعد يدرجها بالمكان اللي يلقى فراغ، نسميه سيلف باركينج جراج. او ممكن الاتندنت باركينج، لا السيارة انا اسلمها للشخص ومن العاملين بداخل الجراج هو ياخذها يخليها بالمكان المخصص، ومن ارجع يسلم ليها، بس يعني يتفق على في طريقة التسليم على الرقم على فت قضية معينة يجيب لي السيارة. وممكن هسه نشوف بالاتندنت باركينج ممكن هم يكون اوتوميتد، هسه نشوفه بالسلايدات القادمة. اذا اكو انواع متعددة. اللي يهمنا يعني ليش صنفنا هاي الانواع؟ لان تختلف حقيقه بالجيومتريك ديزاين مالت البارك. والنعني بالجيومتريك ديزاين اللي هو جزء من اختصاص هندسه المرور، اللي هي الابعاد والترتيب، ابعاد البي او هذا السبيس اللي راح نخليه، والارانجمنت، الترتيب اللي راح نرتبهن به لنا البيات، حتى نضمن انه تكون تجهز لنا خدمه امينه وسهلة الدخول والخروج منها بدون أي إعاقة لحركة الترافيك المجاورة. هسه مرتبط ممكن تكون مجاورة إذا كانت أون ستريت فهي مجاورة للشارع، أو
بالأوف ستريت المسار بالحركة بالكراجات أو باللوت بالسيرفيس لوتس. حقيقة الخطأ بالتصميم يخسرنا كثيرا ويسبب لنا مشاكل تشغيل، أو يخسرنا مبالغ لو كانت القضية يعني خطأ بالتصميم ممكن تكون تصميم أكثر كفاءة. هسه راح نشوف شلون نعالجه. خلينا نبدي بالديزاين مال الأون ستريت، شلون نصمم بالموازية للشوارع. بالحقيقة الباركات اللي تكون موازية للشوارع ممكن إيقاف المركبات بعدة أشكال، تتراوح من نسميها زاوية الوقوف، تتراوح الزاوية من 0 إلى أن ممكن نوصل لحد 90. هذا الوقوف غبي عدة ميزات، كل نوع من الوقوف به عدة ميزات. من أهمها أنه الوقوف من يكون موازي 100% أو الزاوية تكون 0، أهم ميزاته يكون هو الأأمن. الريكورد حقيقة مالت السيفتي تقول لنا أن الانكلايند الوقوف المائل عدد الحوادث المسجلة أكثر أعلى. حقيقة حتى القدرة على المناورة المانوفر من تكون الزاوية كل ما زادت كل ما تكون القدرة على المناورة والمساحة اللي يحتاجها خلفه أثناء الباركينج والأن باركينج تكون كلش عالية. لو توعون هنا بالأرقام شوف هسه من الوقوف 90 نحتاج مسافة كلية 43 بينما نحتاج 26 إذا كانت الزاوية 30 بالمقابل 18 فوت إذا كانت وقوف ما نشوف المساحة اللي المسافة اللي نحتاجها عن الكيرب شوف إيش قد تفرق ويا الزاوية. لكن بالمقابل الوقوف ميزة أخرى، الوقوف بزاوية 90 يهيئ لنا عدد باركات كلش أعلى بالمقارنة ويا الوقوف بزاوية 0 أو الزوايا الأخرى. كل ما زادت الزاوية كل ما عدد المركبات نوقفهن يكون عدد أكثر. وحقيقة هاي المعادلات هي اللي تحكم عدد المركبات المتوفرة والمكان المتوفر اللي نقدر نستفاد من عنده كباركن. من المناسب أيضا أن هذه الأبعاد المذكورة هنا هي تناسب يعني الباسنجر كار في حال عندنا تراك أو أي يعني نوع آخر من المركبات. حقيقة هاي الأبعاد كنت تتغير، موجودة بكتب التصميم ممكن الرجوع لها. واختيار المسافات والمساحات المناسبة له. بال اوف ستريت باركينج خلينا نبدي بالسيرفيس لوت بالسيرفيس كار بارك او سيرفيس لوت ما يدعم السيرفيس لوت الساحات. حقيقة اللي يحكمنا هي المساحة المتوفرة. احنا خارج الطريق لازم اكو فد مساحة نخصصها تكون هي عبارة عن لوتس. هذه السيرفيس لودز راح تحدد لنا يعني بالمساحة شنو الارينجمنت اللي راح نختاره. هم مرة أخرى الارينجمنت كود يضمن حركة مانوفر سهلة للمركبات بدون ما أسوي استدارة، يعني الحركة كود من أسوي ما ظل أسوي روح أو رجوع رجوع أو مرة أخرى، بالتالي أستغرق وقت أشغل بمسار الحركة. لازم بالدخول بالخروج بحركة قدر الإمكان واضحة وواحدة قدر الإمكان بدون ما ظل أسوي ريفيرس أو تحريك كثير بالسكان ذهابا وإيابا. ممكن الوقوف يكون على زاوية 90 مثل هذه، شوف هذا المساحات نكررها على فرض عندنا هيك مساحة 48 فوت إذا أو مكرراتها، وبالاتجاه الثاني هم كذلك. وممكن تكون الزوايا مختلفة، وشوف الملاحظ مثلا كل ما تكون الزاوية 90 كل ما المسافة الوسطية للحركة راح تكون أكثر، كل ما صارت الزاوية أعلى كل ما احتاجت مسافة أكبر، كل ما قلت الزاوية كل ما احتاجينا مساحات أقل. وممكن نرتبهن بطريقة ثانية تكرار مالتين ما يدعى بالهارنبورن مثل عظم السمكة. راح نختار التالي، يعني كل الأشكال تكون واضحة هنا. شوف يكون أول اتجاه الحركة واحد ويكون أكو تداخل أما بهذا الأسلوب أو بهذا الأسلوب.
هذه أصلا يعطينا مساحات، يوفر لنا المساحات بشكل عالي، وبالتالي تدرون كل ما المساحة استغليناها أكثر معناته عدد المركبات اللي نقدر نوقفين أكثر، وبالتالي يعني كفاءة تشغيلية مادية أعلى، وأكيد من نرتبهم بترتيب جيد هنا كفاءة بالتشغيل من ناحية الحركة. النوع الآخر هو التصميم الأوف ستريت باركينج، من يكون عندي جراج مالتي ستوري جراج. المالتي ستوري جراج واضح العملية كلش تمر بمحدد اللي هو وجود الأعمدة، تدون حتى نوقف كل طابق نحتاج نوقف أعمدة، وهذه الأعمدة راح تعيق لنا الحركة، فبالتالي الفيات المتوفرة، شوف احنا الفيات تكون مضاعفات العرض اللي نحتاجه لحركة المركبة، وأيضا المسافة بين عمود وعمود تكون أما كافية للحركة أو مثل هذا المكان كافية لوقوف يعني أو ترتيب المركبات بشكل بحيث نستغل المساحة بشكل كلش عالي. حقيقة عدة محددات أخرى من أهمها، لأن إحنا بدأنا إذا كان عندي الصعود يعني بدي أستخدم الرمبات، لازم تكون الرمبة إذا ستريت، إذا يعني في شيء من هذا القبيل، إذا ستريت لازم الميل مالتها ما يكون أكثر من 1 إلى 10، بالستريت رامب، وما تكون 1 إلى 12 للسنتر لاين. هاي النقطة كلش مهمة، لأن أكيد بالمدورات بالكيرف رامب من عندي صعود كيرف، عندي حافة خارجية وعندي حافة داخلية وعندي سنتر. احنا السنتر نريده ما يزيد عن 1 إلى 12. ايضا محدد اخر الراديوس بالكيرب، الراديوس للحافه الخارجيه ما يقل عن 70 فوت. ايضا محدد اخر السوبر اليفيشن، ده نشوف اني لازم بين سوبر اليفيشن، لان الدفه تكون مايله ما تزيد على 15% او 0.1 فوت لكل فوت. ايضا محدد اخر اللي هو العرض البيمات الحركه، اذا كان عندنا ستريت نقبل ما يقل عن 9 فوتات، واذا كان عندنا كير ما يقل عن 16 فوت للحركه المفرده، اوكي لكل حركه ذهابا او ايابا لكل واحده. ايضا ممكن نسوي هذا الرامب صعود يعني يكون 2 واي و 1 واي. بالحقيقه ال 1 واي رامب هو المفضل، يعني واحد نسوي رامب للصعود ورامب للنزول، لكن في بعض الاحيان استغلالا للمساحه او لاي سبب اخر، الجيومتري مالت القطعه المتوفره عندنا تحكمنا انه نسوي 2 واي، على الرغم انه الواي 1 واي بريفير مرغوب جدا، لكن مثل ما قلت ممكن نحتاج 2 واي. على العموم في اذا كان 2 واي لازم نتخذ مجموعه اجراءات، من اهمها انه عمليه الماركينج دائما، يعني اكو علامات عندنا على الجدران وعلى الارضيه تبين الحدود مالت الحركه. ايضا نسوي نسميه فيزيكال ديفييتد، نحاول نحط يعني بارير بحيث تعزل لنا حركه الصعود عن النزول، باريرات فيزيكال، اي شيء فيزيكال بارير، هذا راح يساعدنا يمنع لنا الهيد اون كولوجن، او يعني هذا نسميه وجه وجه كولوجن. وايضا بالاستدارات، هاي بنقاط الاستداره ممكن السائق يتجاوز، فبالتالي من موجوده هاي البارير والعلامات كلها تساهم في انه الحد من هذه القضيه. حقيقه ايضا يعني جدير بالذكر انه بالاونه الاخيره يعني تقنيات الباركينج للحاجه الكلش عاليه، لازم نستغل المساحات بشكل عالي وبكفاءة عالية، دخلت لنا نسميها بعض الوسائل الميكانيكية اللي تساهم هي على شكل إليفيترات، تساهم في هي تأخذ المركبة وتخليها بالمكان اللي مخصص، بالتالي ما نحتاج رام، وهذا يقلل لنا بالمساحة أكثر، وبعد مساحات حركة ما نحتاج، فبالتالي عدد المركبات اللي نخليهن ضمن مساحة صغيرة كمية كلش عالية. وهذه يعني اكو عدة تصاميم مختلفة لمكانات حتى في صغيرة او كبيرة جدا، حسب المكان وحسب توفر الميزانية وحسب الحاجة لها، ويمكن هذه بالفترة الأخيرة صارت كلش شائعة.
على العموم تقنيات المالتي ستوري جراج حقيقة أكو عدة، يعني أنا بدي نستغل المساحة أشكال كثيرة. ممكن نشوف هسه مثل هذا أكو رامب بالركن والمجالات الحركة للصعود أو النزول. شوف هسه هذا كان بالصعود وبالنزول من الرامبة، بينما الصعود من الرامبة المدورة يعني من سبايرال، أو كله صعود ونزول أو جزء من عنده، وهذه المنطقة مخصصة للباركينج. حقيقة تقنيات، أو ممكن هو صعود ونفس الصعود بمركبات. تقنيات حقيقة كثيرة تستخدم، يعني حقيقة تجرب كلها إلى أن نشوف ياها اللي أكثر فعالية ويا هل يستغل المساحة أكثر ونستفاد من عندها أكثر. طبعا بالحقيقة يعني من الجدير بالذكر أنه أكو برامجيات حقيقة الفترة الأخيرة ترانسبورت حقيقة كلش ممتازة، بتسهل هذه القضية وتساعدنا باتخاذ القرار الصائب باستغلال المساحة استغلال أمثل. أخيرا قبل ما أنهي المحاضرة، عندنا فد أكتيفيتي يعني أتمنى على الكل يختار فد سبيس معينة هو مخير بيها، فد أريا معينة فد تكون يعني قيمة في قيمة معينة شكلها عدل، أو ممكن معيني أي شكل آخر اللي يريد يدرب نفسه، ويبدي يسوي لي إياها مالتي ستوري بلدك باستخدام الأوتوكاد. يبدي يرسم لي حتى لو طابق طابق ويشوف وين يحط الرمبة ويراعي هاي مجموعة المواصفات اللي أخذناهن مع جزيل الشكر لمتابعة هذا الجزء من المحاضرات.